اليومين دول بتحل علينا ذكرى رحيل أديب نوبل نجيب محفوظ، وبالمناسبة دي صندوق التنمية الثقافية في متحف نجيب محفوظ بينظم معرض مميز موجود فيه 45 بورتري كاريكاتوري لفنانين من عدة دول. طبعا بكل تأكيد لما نتكلم عن نجيب محفوظ لازم نذكر أنه وضع الرواية المصرية والرواية العربية في مصاف العالمية، والحقيقة أنه هو مصدر إلهام لكثير من الفنانين. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الحدث وهذا المعرض من الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية. معانا دلوقتي يا دكتور وليد، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك. عايزين نتعرف أكتر على هذا المعرض وأبرز المشاركين فيه. المعرض هو بيشارك فيه 17 فنان من 17 جنسية بيرسموا نجيب محفوظ بطريقة الكاريكاتير. هيتم افتتاحه ان شاء الله بكره الساعه 2 الظهر بحضور سفير دوله نيبال وعدد كبير من الفنانين ورئيس الجمعيه المصريه لفن الكاريكاتير في نجيب محفوظ في المتحف. ان شاء الله بكره هيكون الافتتاح. حضرتك بتقول ان عندنا اكتر من 17 جنسيه مشاركه، ليه اخترتوا فن الكاريكاتير تحديدا علشان يجسد او يتجسد في المعرض ده؟ الحقيقة نجيب محفوظ يعني تم تناول أعماله بكثير من الاهتمام، وكثير من الرسامين سواء المصريين أو العرب أو حتى الأجانب تناولوا شخصية نجيب محفوظ بكثير من الطرق، لكن كان من أشهرها فكرة الكاريكاتير، لأن رسومه دايما أو رسوم الشخصية كانت مرتبطة بشكل كبير بالنشر الصحفي والنشر الأدبي وأغلفة الكتب، وبالتالي هو كشخصية كمان فيها الكثير من المقاومات اللي بتجعل رسام الكاريكاتير يكونوا مهتمين بتشخيص نجيب محفوظ على هيئة رسوم كاريكاتيرية. طيب دكتور وليد، هل كنتم متوقعين انه هيكون في حجم اقبال عربي وعالمي كمان لفنانين مشاركين في هذا المعرض؟ الحقيقة انا شخصيا لما شفت العدد المشاركين كانت مفاجأة بالنسبة لي، لان 17 جنسية يرسموا نجيب محفوظ، ده بيأكد على عالمية فن نجيب محفوظ وعلى شهرته الكبيرة على مستوى العالم كله. هو طبعا احنا عارفين ده موجود، ولكن بحجم هذا الإقبال من 17 دولة ده بالنسبة لي أنا شخصيا كان مفاجأة. قوة مصر الناعمة دايما بتظهر بقوة في الفعاليات اللي زي دي من أيام ما كان افتتاح بيت التراث. خلينا نتكلم عن الفعاليات اللي بتظهر قد إيه في إقبال في كل مكان على المشاركة في الفعاليات دي. بيت التراث الحقيقة كان من الحاجات الهامة جدا اللي تمت خلال الأسابيع الماضية. الفكرة بدأت من دكتورة مهلا أمام وكثير من المهتمين بالتراث استكمالا لمشروع مهم جدا بدأ منذ سنوات في وزارة الثقافة، اللي هو مشروع الأرشيف، أرشيف التراث اللامادي المصري. فكرة البيت بتعتمد على ان هيتم فيه تجميع كل ما يتعلق بالتراث اللامادي الشفوي والمنطوق والقصات والاكلات وكل هذه المزايا اللي بتميز الشخصية المصرية وارشفتها واعدادها، ويكون بيت التراث كمكان بحثي بالمقام الاول بيهتم بجمع وتوثيق هذه هذا التراث. تم الافتتاح الاسبوع الماضي زي حضرتك ما ذكرتي، والصدى العالمي لهذا المشروع لا تتوقعين، يعني في اهتمام متزايد من الدول العربيه تحديدا وكثير من الدول العربيه. طيب دكتور وليد، دايما بنقول انه اعماله مثل الذهب، كلما عد عليها وقت اكتر كلما ازدادت حلاوه وبريقا ولمعانا، ومن منطلق انه دايما او غالبيه رواياته تم ترجمتها للغات كتيره جدا وبتدرس في جامعات في الخارج، شايف ازاي ممكن اكتر نحتفي بهذه الذكرى؟ فن نجيب محفوظ وادب نجيب محفوظ الحقيقه يعني كل ما بيمر الوقت بنكتشف قد ايه كان هذا العقل البشري المصري المتميز هو عقل قادر على استشراف المستقبل بشكل اساسي. ولن تنتهي البحوث ولا الاهتمام بفن نجيب محفوظ. ذكرى السنوات السنادي للرحيل زي ما حضرتك يعني عارف احنا بنعمل ده، وحاليا بنجهز في خلال شهور قليله ان احنا نفتتح المرحله الثانيه في متحف نجيب محفوظ.
اللي هي الدور الاخير في تكيت ابو الذهب، ودي بتضم عدد من القاعات اللي هتخلي متحف نجيب محفوظ يتحول بالاضافه الى كونه متحف بيوثق فنه وبيوثق حياته وغير ذلك، هيتحول الى مركز ثقافي متعدد بيهتم به مركز بنجيب محفوظ وانتاجه الادبي. المركز او المرحله الاخيره من المركز او من المتحف بتتضمن قاعه متعدده الاغراض تسع اكثر من 100 فرد مع مجموعه من القاعات الاخرى اللي هيتم ان شاء الله تنظيم انشطه مواليه بتساعد اكثر على الاحتفاء الدائم بنجيب محفوظ وانتاجه الادبي وعرض افلامه السينمائيه وغير ذلك، ويكون في فعاليات باستمرار على مدار السنه مش في توقيت محدد. بالضبط. المعرض كله الفكره قائمه على رسم الكاريكاتير لشكل وصوره نجيب محفوظ، ولا بيتم اعاده تقديم اغلفه الروايات بتاعته، او بيتم رسمها بشكل مختلف من خلال استخدام عناوين الروايات؟ لا، هو المعرض في الاساس بيهتم ببورتري نجيب محفوظ كاساس للاعمال الفنيه المعروضه بطريقه الكاريكاتير. أكيد. كل شكر ليك الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، شكرا جزيلا لحضرتك.